بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في الجزء الثاني اللي هو الآيرن ديفيشنسي أنيميا، وفي هذا الجزء إن شاء الله حنتكلم على كلينيكال مانيفستيشن، وحنتكلم على انفستيجيشن أور لاب دايجنوسيس، وحنتكلم على التريتمنت. طيب تعالوا نتكلم عن كلينيكال مانيفستيشن. أول أمر، كل الكلينيكال مانيفستيشن ناقص، يعني ناتجة عن قضية نقص الأكسجين ترانسبورت، وبالتالي نتيجة لوجود هايبوكسيا حينتج عنها كل الكلينيكال مانيفستيشن. فأول واحدة حيكون في معايا بالور. البالور ما معناها؟ إنه أساساً في ديكريز في الأكسي هيموجلوبين، والإكسو هيموجلوبين هو اللي بيحمل اللون الأحمر، فبالتالي حتظهر اليد بيل، وكمان عملية في البيل في الكونجكتايفا. هذا الفالور. ليش؟ لان في عمليه ديكريز في الاوكسي هيموجلوبين. النقطه الثانيه انه كمان حيحصل عمليه فتيج. ليش؟ لان الاكسجين قل اللي رايح للدماغ، فحيحصل عمليه انه الشخص ده عنده فتيج. النقطه الثالثه كمان اللي هي عمليه الويكنس. ليش؟ لانه عمليه الاكسجين عاوز يروح للمصل، فما في اكسجين، فحيحصل عمليه ويكنس. النقطة الرابعة حيحصل في الدسنيا. الدسنيا حيحصل ايش اللي حينتج؟ حينتج انه الاكسجين الواصل الى المخ قل، فلو ما قل الاكسجين الواصل الى المخ، المخ راح يعمل عملية انكريز في قضية الريسبيراتوري ريت. فلو ما زاد عملية الريسبيراتوري، ليش زود الريسبيراتوري ريت؟ لانه عاوز اكسجين من الخارج، فبالتالي بيحصل عملية الدسنيا. هو قصده انه عاوز يعوض، انه عاوز اكسجين باي طريقة، فيحصل عملية الدسنيا. النقطة الخامسة اللي هي قضية التاكيكارديا، نفس الوضع، انه قضية الاكسجين حيقل، فلو ما قل عملية الاكسجين الواصل الى المخ، المخ كمان بيروح بيزود السمباثاتيك، فلما يزود السمباثاتيك يؤدي الى انكريز الهارت ريت، فلما يزيد عملية الانكريز الهارت ريت القلب يحاول يضخ، فيحصل عملية مثلا تاكيكارديا. طبعا هذا ما هوش حل لانه ما في معنا اكسجين، لكن هو بيقصده انه عاوز يزود عملية قضية الدم. نقطة مهمة جدا انه حيحصل فيما بعد قضية ما نسميها بالهايبر دايناميك سيركوليشن، اللي هي معناها اساسا شورت سيركوليشن تايم. في معنى تاكيكارديا، في اكيد انكريز في الكاردييك اوتبوت، وفي كمان انكريز بالفازو دايليتيشن. طبعا السمباثيتك بيعمل فازو كونستراكشن، لكن هنا لان الجسم حيروح لقضية الانيروبيك رياكشن، فبالتالي حينتج لاكتيك اسيد، ولو ما كمان ينتج لاكتيك اسيد ينتج كمان نيتريك اوكسايد، وكمان يتراكم ثاني اكسيد الكربون، فكل دول حيعملوا بريفرال فازو دايليتيشن، فبالتالي ده كلها حتؤدي الى في هايبر دايناميك سيركوليشن. ما معناها؟ معناها ان في شورت سيركوليشن تايم. طيب هذه بالنسبة للأعراض كلها للأنيميا بشكل عام، لكن لما تتكلم عن الآيرن ديفيشنسي أنيميا، واحد من الأعراض المهمة اللي هي كولونوكيا، إن في عملية في إنفلاميشن، أو في عملية النيل حصل له يعني إنفكشن، أو حصل عملية إفكتيف في النيل، حيكون النيل يصبح فلات أو سبول، لدرجة أنهم يقولوا ممكن تطرح قطرة ماء تبقى في الظفر تماما. كمان الظفر حيصبح ريجيد وبريتل، وكمان زي ما قلنا أنه شكله حيكون سبولي. ده طبعا في الكرونيك آيرن ديفيشنسي أنيميا. واحدة من الأعراض يسموها البايكا، ودي البايكا يقولوا عليها انفيرتد أبيتايت. احنا الشرقيين الاطفال نشوفهم يحبوا ياكلوا الطين، وهي عاده بيهيفير، عاده غريبه ما وجدوش لها تفسير، لكن وجدوا انهم الشرقيين يحبوا ياكلوا عمليه الطين، والاوروبيين يحبوا ياكلوا عمليه الثلج، فيسموها دي يسموها بايكا. دي طبعا خاصه زي ما قلنا بالآيرن ديفيشنسي انيميا، او يسموها انفيرتد ابيتايت. الامر الثالث في الآيرن ديفيشنسي انيميا ان في معنى انجلر ستوماتايتس. زي ما تعرفوا اثناء الاكل بيحصل عمليه شيدنج للخلايا، فوجود الحديد نستطيع ان نعوض بعض الخلايا، فنتيجة لانه نقص الحديد فيحصل عملية انجلر استوماتايتس. النقطة الرابعة اللي يسموها جلوسايتس. جلوسايتس ما هي؟ هي عبارة عن سولينج في الريدنس في التانج، والسولينج في التانج. ولو تلاحظوا في عملية انجلر استوماتايتس، زي ما قلنا واحدة من الاشياء المهمة لانه بيحصل تجديد للخلايا، فدي الجلوسايتس بالاضافة الى الانجلر استوماتايتس. النقطة الخامسة وهي حقيقة نادرة لكن تحدث في حالة الكرونيك آيرن ديفيشنسي أنيميا، يسموها البالمر فينسون سيندروم. ما هي البالمر فينسون سيندروم؟ هي عبارة عن آيرن ديفيشنسي أنيميا وجلوسايتس وديسفيجيا. ليش الديسفيجيا؟ لأنه يتكون حاجة بيسموها الإسوفيجال ويب. الإسوفيجال ويب دي عبارة عن عملية ممبرين في الإسوفيجس،
ده الممبرين في الاسوفاجس يكون موجود، هو بيؤدي الى عمليه الديسفيجيا. دي طبعا بالمر فانسن سيندروم زي ما قلنا تحدث رير وتحدث في الناس اللي هم كرونيك ايرون ديفشنسي انيميا. تعالوا الان نشوف اللاب دايجنوس الايرون ديفشنسي انيميا. احنا اتفقنا انه في معنا تو يا فور دايجنوسس، والنقطه اللي لا تنسوهاش ابدا ابدا ان هو سيرشنج للكوز اوف بلاد لوس. دي نقطه مهمه اللي هو الكرونيك بلاد لوس. احنا بالنسبه للسكيم حقنا اتفقنا عليه في الماكرو في عمليه المايكروسيتيك هايبوكروميك انه في معنا عمليه الديكريز حيكون في انيميا، وفي مايكروسيتيك هايبوكروميك قلنا الام سي اتش سي ممكن تكون انكريز في حاله، وكمان معها ماركت انيسوبايكولوسايتوزس، ودي الريتكس حتكون عالي وحيكون فيها هيرديتري بايكولوسايتوزس اللي شرحناها. الام سي اتش سي والام سي في والام سي اتش والام سي اتش والام سي اتش سي دول ديكريز ماكروسيتيك هايبوكرومي، نشوف الريتكس حيطلع ريتكس لو، معنى ايرون ديفيشنسي انيميا، معنى عمليه الانيميا اوف كرونيك ديزيز، ومعنى اللي هي سيدروبلاستيك انيميا. طلع هاي زي ما قلنا معانا الالفا ثلاسيميا ميجور والبيتا ثلاسيميا ميجور والدلتا والبيتا ثلاسيميا والهيموجلوبين سي واو والاي اللي هم هوموزايجس. احنا الان في قضيه الايرون ديفيشنسي انيميا، الدايجنوس حقنا زي ما اتفقنا حنمشي 3 3 1 1 1. الثلاثه الاولين دول اللي هم مثلا هيموجلوبين وار بي سي كاونت والهيماتوكريت 9 مثلا 5 و27. ديكريز هنا نورمال، على فكره ممكن يكون ار بي سي نورمال وممكن يكون ديكريز. وهذه الهيماتوكريت اذا معنا انيميا. على طول روح نقرا زي ما قلنا الثلاثه الثانيين الام سي في 65 الام سي اتش 19 الام سي اتش سي 29. زي ما قلنا لا تنسوش دي ماكروسيتيك، وقلنا انه هايبوكروميك ونركز الام سي اتش سي، ما دام الام سي اتش سي ديكريز معناها ان في معنا مشكله في الهيموجلوبين. على طول روح نشوف الار دي دبليو حتطلع طبعا انكريز، ممكن تطلع في حدود 19 20 زي ما انتم شايفين. انا رسمت بالدائرتين كيف واحده صغيره وواحده اكبر، يعني الحجم حق الخلايا اكيد متغير، فبالتالي الار دي دبليو حتطلع انكريز. طبعا على طول نروح نشوف الايرون بروفايل. الايرون طبعا قبل الايرون بروفايل احنا حنشوف زي ما قلنا الواحد الثاني اللي هو بلاد فيلم عشان نتاكد فعلا انها مايكروسيتيك هايبوكروميك. الريتكس بالتاكيد حتكون لو لانه ما فيش معانا حديد، فبالتالي معناها دلاله ان في هايبو اكتيف بون مارو. هنا الكونفرماتوري تيست هو الايرون بروفايل. تعالوا نناقشه بشكل بسيط، احنا عشان نشخص ايرون ديفيشنسي انيميا عاوزين فور ماركرز اللي هو سيرم ايرون وتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي والايرون ساتوريتد والسيرم فيريتين. دول كلهم هذه طبعا مجموعه دم، نروح نشوف السيرم ونشوف الاربعه الماركرز اللي قلنا عليهم. تعالوا نشوف اول واحد السيرم ايرون. ما معنى سيرم ايرون؟ الهدف من هذا الفحص ان احنا نروح نشوف ان الدم فيه حديد ولا ما فيش فيه حديد، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه احنا متفقين ان الحديد ما يمشيش وحده خالص خالص، الحديد ده لابد يكون على الترانسفيرين اللي يوديه. هنا في هذا التست احنا ما نشوفش الترانسفيرين، احنا نقيس الحديد المحمول على الترانسفيرين. يا يكون معنا حديد موجود بشكل طبيعي، يا يكون موجود بناقص، يا يكون موجود بشكل عام. النقطة الثانية احنا نروح نشوف التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هي هنا بنقيس الميجر للترانسفيرين. بالتالي حتكون انكريز، وحقول ليش انكريز هنا. طبعا هذه الان بمثابة كانها باصات، الترانسفيرين كانها باصات بتنقل ركاب، الركاب هم الحديد. فلكم ان تتصوروا الان الحديد قل. الحديد قل. فلو ما قل الحديد الليفر بتروح بتطلع عمليه باصات اللي هو ترانسفيرين بشكل كبير، ليش؟ عاوزه حديد. فبالتالي حيزيد عمليه التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، حيكون عمليه زايد معناها انه في نقص حديد، فبالتالي الليفر بتروح بتطلع عمليه الترانسفيرين عشان الحديد ناقص، فبالتالي اكيد حيزيد التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. النقطة الثانية اللي هو عملية الايرون ساتوريتد، بالتأكيد حيكون ديكريز لأن ما في حديد أساسا. يعني ما معناها؟ معناها أن الباصات كثير والركاب قليل، معناها أنه الساتوريتد حق الحديد قليل لأنه أساس الحديد ناقص والباصات كثيرة جدا، فبالتالي أكيد الساتوريتد حيقل. النقطة الثانية عملية السيرم فيريتين. السيرم فيريتين زي ما قلنا احنا بنقيسه
المخزون هو ما معنى سيرم فيريتين؟ عبارة عن عملية المخزون، هل معايا مخزون من الحديد بشكل كافي أو غير أو بشكل ناقص؟ النقطة المهمة أنا ما أعملش هنا نورمال رينج، لأنه النورمال رينج يتغير على حسب الكيتس وعلى حسب الوحدة المستخدمة، فبالتالي أهم شيء المفهوم والكونسبت الأساسي. طيب أكيد السيرم فيريتين حيكون ناقص. طيب الآن بالمنطق انا ما ادريش محتاج اعملهم كلهم دول، اعمل السيرم اير واعمل السيرم فيريتين، طلع السيرم اير ناقص والسيرم فيريتين ناقص، اذا دي ايرن ديفيشنسي انيميا وخلصنا على كده. طيب النقطه الثانيه في قضيه التشخيص، انه سيرشنج اور سيرش فور كوز للكرونيك بلاد لوس، نقطه مهمه جدا الان، وهي انا في تصوري الموست امبورتنت. الآن أول نقطة نعمل ستول أناليسيس، ليش؟ عشان نشوف في أوكالت بلد ولا لا، هل في بلد نازل في الستول ولا ما فيش؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كمان نعمل ستول أناليسيس عشان نشوف هل في الهوك ورم اللي هي الإنكلوستوما ولا ما فيش. ممكن نعمل إندوسكوبي عشان نشوف هل في بيبتيك ألسر، هل في عملية يعني أي أمر يعني بيخرج دم بحيث إنه يحصل عملية كرونيك بلد لوس ولا لا. وممكن نعمل عملية زي ما قلنا اللور اندوسكوب عشان نشوف هل في قد يكون عنده كولون كانسر، فلا بد قضية اننا ابحث وتأكد انه من فين نقص البلد، هذه نقطة اساسية ومهمة جدا. طيب التريتمنت، التريتمنت زي ما قلنا لا تنسوش الاساس اني اعالج الكوز، ايش السبب، وليس قضية اني اعطي حليب، لا بد اتأكد من فين جذر المشكلة واحل واعمل عملية حل لجذر المشكلة. إذا عملية القاعدة الذهبية في التريتمنت هي تريت ذا كوز. بالتأكيد في معنى فرس سلفيت أورال، وفي معنى عملية الانجكشن، الانجكشن هنا مهم جدا سواء كان انترا ماسكلر ولا انترا فاينس، إنه نعمل كالكوليشن للدوز، ليش؟ لأنه الحديد إذا دخل ما يحصلوش اكسكريشن، فبالتالي لابد نحسب الدوز بشكل مهم جدا. النقطة الثالثة جو الآن في نيو تكنيكس، قالوا يا جماعة في معنى جيتس هي المسؤولة عن دخول الحديد، احنا عاوزين نتجاوز هذه الجيتس عشان الحديد يدخل، فجابوا لنا الثري جيتس دول لابد نتجاوزهم، كيف نتجاوزهم؟ سواء هذه الجيتس أو اللي هي الداي فيلنت مثل ترانسبورتر أو الفيروبورتين، عاوزين نتجاوزهم ويدخل الحديد على طول من أي خلايا من خلايا الانتستين، كيف؟ أول دراجز جابوه اللي هو عملية واحدة من الدراجز طبعا اللي هو ساكروسومال ايرن. الساكروسومال ايرن ايش فكرته؟ فكرته يروح يجيبوا الفرك بايروفوسفيت ويحاط هذا الفرك بعملية بفوسفو ليبيد ماتريكس، بعدها في داخل الفوسفو ليبيد ماتريكس في تراي كالسيوم فوسفيت، ومحاطين كلهم دول بالساكروستر. ساكروستر ده معناها سكروز، يسموه سكروز استر اوف فاتي اسيد، وبالتالي يختصروه يقولوا له سكروستر. النقطة المهمة جدا انه السكروز ده اللي محاط يمتص من اي مكان من الانتستين، وبالتالي يحصل له عملية الابزوربشن من اول اوفر ذا انتستينال سيل، يعني بمعنى اخر تجاوز الجيتس اللي هي الاساس المخصصة لامتصاص الحديد. الامر الثاني اللي جابوه يسموه عملية المايكرو ديسبيرسد ايرن. يجيبوا الفرك ايرن ويروحوا يعملوا، طبعا الفرك ايرن يكون عمليه مايكرو نايف فرك بايروفوسفيت، تخيلوا اقل من 5 مايكرون، ويروحوا يحطوا طبقه محاطه به يسموها الامولشن لاير. الامولشن لاير دي ايش فائدتها؟ فائدتها انه ممكن نخلطه مع الحليب، نخلطه مع الشوكولاته، وبالتالي الان جابوه في عمليه الشوكولاته يسموه الفيروبيلا. ما دام الحديد الان في الفيروبيلا وموجود في مايكرو ديسبيرسد ايرن، ده على طول البايو ابيبيليتي حقه عالي جدا، امتصاصه حيكون عالي جدا، يعني وصوله للدم حيكون عالي جدا، ما فيش اي انتر اكشن وذ اذر مينرالز. ممكن عمليه سواء نعمل له ديزولف في الشوكولاته، ديزولف في الملك، واحده من الاشياء الان اللي بتستخدم. كمان الان الثالثه جابوها اللي هي اللايبوسومز. اللايبوسومز هي عباره عن ايش؟ عباره عن كوليسترول وعن ناتشرال فوسفوليبيدز. تخيلوا دي حجمها 30 نانومتر في منتهى الصغر، وظيفتها فقط فور دراج ديليفري، فيروحوا يجيبوا الحديد يدخلوا داخلها، او يدخلوا حتى لو عاوزين توكسيك دراج يدخلوا هنا الحديد داخلها، وبالتالي يعطوها لقضيه المرضى. لما يدخلوا الحديد داخلها هنا حيحصل اندوسايتوزس، وبالتالي حيحصل اوفويد لقضيه الايرن جيتس، حتتجاوز الايرن جيتس.
طبعا اكيد الابزوربشن عالي، البايو افيلابيلتي عاليه جدا. دي العلاج اللي او اللي جابوه عمليه يسموها الفورتيفورم. فورتيفورم ده واحده من الدراجز اللي هو يعمل بتقنيه اللايبوسومز. طبعا الانديكيشن اوف ريسبونس انه العلاج ان المريض استجاب للعلاج، واحد انكريز للريتكس افتر 5 دايز فروم تريتمنت، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انكريز الهيموجلوبين 1 جرام بعد اسبوع واحد، لو قسنا بعد اسبوع حيزيد الهيموجلوبين 1 جرام، هذه من ضمن الانديكيشن ان في ريسبونس. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول الكلينيكال مانيفستيشن والانفستيجيشن الايرون ديفيشنسي انيميا والتريتمنت اللي هو البارت 2 في الايرون ديفيشنسي انيميا. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.